يعني فداحة الجرائم التي ترتكب وفداحة العدوان الذي تقوم به إسرائيل طبعا يجعلنا نلح ونأمل وندعو إلى ردة فعل دولية أكثر صرامة، علما بأنه صدرت مواقف دولية تدعو إلى وقف إطلاق نار، على الأقل وقف إطلاق نار مؤقت لحين التوصل إلى تفاهم دبلوماسي، ولكن كما يعني عودت العالم إسرائيل على أن تضرب عرض الحائط بكل الدعوات الدولية وأن تستمر في مجازرها. فإذن هذه صفعة لمن نادى بالصدر بيان وقعت عليه أكثر من 15 دولة منهم دول عظمى، صفعها على وجه نتنياهو وقرر متابعة عدوانه الغاشم على لبنان. لذلك نحن نقول دائما يجب أن تقفوا وراء المواقف التي تصدرونها، وحين تدعون إلى وقف إطلاق نار ولا يستجاب يجب أن تتخذ إجراءات وألا تبقى صرخة في واد، لا سيما أن الوضع على الأرض مريع والجرائم مستمرة يوما بعد يوم. سعادة السفير، هناك روايتان، واحدة تحمل المقاومة اللبنانية مسؤولية جر لبنان إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، وبالتالي هي المسؤولة عن مستوى الدمار والقتل في لبنان، والثانية تقول أن إسرائيل بكل الأحوال هي الدولة المحتلة والمجرمة ولا يجب محاولة تبرئتها عبر يعني اتهام أطراف أخرى. أي روايتين تراها منطقية ولماذا؟ يعني أعتقد أن الوقت اليوم هو لوقف المجازر، والمجازر ترتكبها إسرائيل وليس لتحميل مسؤوليات. كل هذه المواضيع قد يأتي وقتها بعدين، ولكن الدخول في هكذا نقاش حاليا يحدث الأنظار عن أن إسرائيل هي المحتل منذ عشرات السنين، قبل أن يولد حزب الله وقبل أن تولد حماس وقبل أن يولد مشروع المقاومة فيه، وهذا مجرد شرح ليس المقصود منه تبرير أي شيء، ولكن يجب أن تؤخذ الأمور ببداياتها. الطبيب الماهر هو الذي يشخص العلة بشكل صحيح وبشكل متكامل، وليس أن يأخذ نظرة جزئية للأمور، وإلا يبقى أي علاج قاصرا عن التعامل مع الوضع. سعادة السفير، قلتم أن المدنيين لم يعودوا أضرارا جانبية في الحرب بل أصبحوا هدفا من أهداف الحرب، وقتلهم بات هدفا من أهداف الحرب، لماذا تعتقد ذلك وما هي الدلائل على هذه الرؤية؟ أعتقد أن النظرية العسكرية التي تتعامل من خلالها إسرائيل هي نظرية ما يسمونه باللغة الإنجليزية shock and awe، أي القيام بعمل